السلام عليكم، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا هاي اول شغله. ثاني شغله، فيديو اليوم هو انه عملت حادث بسيارتي قبل يومين، سو حبيت اشارك هذا الفيديو وياكم. شوفوا الفيديو، شوفوا شلون صار الحادث. طبعا يا جماعة مثل ما انتم شفتوا شلون صحت السيارة، شلون فتلت، شلون ضربت، واللي صار صار، واللي الحمد لله على كل شيء. طبعا بهاي اللحظة بالذات بوقت صحت السيارة ايش اللي صار انا ما عرفت، بس كمية الخوف اللي صارت عندي مو طبيعية يعني، بس الحمد لله طلعت منها بالسلامة. ثاني شيء انه قعدت على السيارة، طبعا السيارة كنت قاعد اصرف عليها و سويت الروب وقاعد اعدل عليها وغيرت لها الاضويه الخلفيه. بس يلا هذا كله مو مهم، المهم انه طلعت الحمد لله بالسلامه. وكملوا الفيديو حاليا. طبعا اليوم طالع لكم الصبح قاعد متنشط الى يوم جديد، متفائل بالخير، ولا صار معنا حادث وراحت السياره. طبعا يا جماعة انا جاي من الشارع هداك والشارع كله ماي، وفقع التاير عندي، الدولاب طق، السيارة افترت فرتين وخبطة، كنا كاتبين على السيارة قطار يدوسني ولا بنت تبوسني. هالمرة لا القطار داسني ولا البنت باستني، الحيط اللي باسني. انا كنت عم بشتغل على السياره طبعا وبعمل عليها تعديلات وقصص، بس طبعا الماله حظ لا يتعب ولا يشقى وراحت السياره. Just I'm recording video. اوكي. طبعا الشرطه عصبت علينا، بقول خافوا علينا لا يضربونا. طبعا الله يعوضنا بالاحسن. طبعا انا انصبت، بقيت الارباقات كلياته. او ماي جاد، هات تعال التفاحه خلينا ناكل ونتغذى ورا الحادث. حتى التفاحه المرست، ها جيبها. اسحبها خوية، اسحبها. وهون الاخ قاعد يشيل السيارة، يعطيك العافية خوية. حبيب قلبي، لك شلون افترت ما عرفت، الله وكيلك. يلا معلم الله يعوض بالاحسن، بس خلي بالك اللايت جديد بعده ما مكسور. هو الحلو انه اللايتات ما تكسرت الحمد لله. يعني اللايتات بعدها شغالة ما فيها شيء. الله. روح اسحب روح. طبعا يا جماعة هلا جيت اخذ الغراض وفتحت السيارة. بس شوفوا الايرباج الحامي هاد كله طاق. لك وانا نسيان البي سي عندي هنا، وعندي شويه غراض. فتحت طبعا الغطا من ورا كلها، شايفين الامان بتويوتا شلون؟ كميه الامان بتويوتا 100%. هو طبعا الامان اول اشي بالله، بس طبعا كميه الامان اللي بالسياره 1000000%. يعني انا بحيث انه ما تاذي الطاوه مثل هيك ضربه، يعني ما شاء الله الحمد لله طلعت منها بالسلامه. طبعا هلا رح ناخذ الاغراض هنا بالتوينك، والسيارة راحت صالفج مثل ما حكولي. السيارة راحت صالفج، اي والله. حتى البي سي انكسر، او ماي جاد. هذا البي سي $4000 انكسر، شايفين؟ يا حرام. حتى الجامع
الجامع مالته للسيارة انكسرت. عندي هلا هاي الكاميرا راح افكها او القاعدة افك كل شيء واشيله، وهي الغراض كل شيء هنا حتى. طبعا هلا خلصت اخذت، طبعا هلا خلصت اخذت كل اغراضي من السيارة. ناخذ هاي، طلعوا هذا الكرسي شلون فجر ما شاء الله. هلا ما ضل لي علاقة وياهم، علاقتي طبعا ويا شركة التأمين فقط، وان شاء الله شوف شو راح يصير معنا ان شاء الله خير. نطفي السيارة، السيارة بعدها شغالة. طفينا السيارة، سكر الباب، التايرات تفجرت. سلام. طبعا حبايبي هلا هو راح يصير كالتالي، هسه شركة التأمين راح تتواصل ويا شركة السيارة، ما راح تتواصل معي. وثاني اشي السيارة راح تصالفج لانه الارباقات اللي فيها كلها طقت، وصار فيها دامج كتير السيارة، يعني صارت يعني فيها خراب كتير مثل ما بيقولوا، بسموها انه توتال لاس. طبعا احتمال انا ارجع لي مصاري من شركة التأمين، احتمال لا. طبعا هذا اشي ببين معنا يعني بعد فترة، يعني بعد اسبوعين تقريبا. وهلا راح يصير كالتالي، طبعا شركة التأمين اول اشي راح تروح تاخذ السيارة من التوينج، ورا ما تاخده من التوينج راح يفحصوا السيارة شو اللي فيها، قيموا السيارة بالسوق السعر الحالي قبل الضربة، طبعا مو بعد الضربة، قبل الضربة. وبتواصلوا ويا شركة تويوتا اللي هي مالكة السيارة، لانه انا ماخذة ليس تو باي، يعني اجار بعدين شري، بصير عنا هيك النظام بتصير. وشوف هيك حالي، يا برجع لي مصاري يا ما برجع لي، العب بدفع السيارة سنتين بس، يعني منيح اذا بطلع بالمولد بلا حمص، لانه طبعا السيارة تكسرت. واذا ما بدفع شيء هذا رح يكون اشي كي يعني كثير كويس، انه اذا ما بتغرر المصاري، لانه شركة التأمين هي رح تتكفل بكل شيء. وهذا اللي صار يعني، وخلاص يعني راح نضل مستنيين شركة التأمين هي اللي ترد لنا خبر. ولهون بكون يعني بنوصل معكم لنهاية الفيديو. خلص اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تحطوا لايك وسبسكرايب، واستنونا في فيديو جديد ان شاء الله.